احنا عليه ان هو يعني لما تاجل مباراه لان الاهلي كان صح زي ما استاذنك كيشو معايا الاستاذ الكبير استاذ ابراهيم منيسي الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير مجله الاهلي. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك، مساء الخير يا كابتن ميدو، مساء الخير للعزيزين الغاليين اللي منورين. مساء الفل عليك ودايما بنتشرف بيك كده. العوده الاهلاويه الجمال دول. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، منور الدنيا ومنورني طبعا انا شخصيا، وراي حضرتك في فكره اقامه مباراه الاهلي وبيراميدز بدون جماهير. بص، احنا امبارح تحديدا في ملك وكتاب ميدو كنا بنتكلم على فكره تكافؤ الفرص. تمام. والمبدا اللي طوال الموسم من بدايته في كل ما بتتكلم في حاجة حفاظا على تكافؤ الفرص، محدش حافظ على تكافؤ الفرص للنادي الأهلي على الإطلاق، حتى إنه الزمالك لسه ما لعبش مع الإسماعيلي بالزبط. في الوقت اللي الزمالك دافع عن نفس المبدأ لما قال لك الأهلي يلعب مع بيراميدز قبل ما يلعبني ويلعب كل مؤجلاته قبل ما يلعبني، فهذا المبدأ تم انتهاكه في كل مرة استخدم فيها. إحنا النهاردة دخلنا في منافسة ثلاثية واضحة جدا، والدوري حلو، وانا شايف انه يمكن من التوقيتات الكويسه قوي انه ربنا اهدى الكره المصريه في هذا التوقيت منافسه قويه جدا على صداره الدوري، وكمان مناسبه افريقيه خلت الاهلي يستعين بعدد كبير من جماهيره والزمالك يستعين بجماهيره في بروفه مهمه جدا قبل بطوله مهمه جدا. مصر لما نظمت قرعه كاس الامم الافريقيه فيها ابهرت العالم. كان الدور على جمهور الاهلي في مباراه صعبه جدا، الفريق كان في مأزق صعب جدا قدام سان داونز، رغم ان هو كان مسموح ب 30,000 الا انه رجال الامن ورجال الجيش في استاد برج العرب كان تعاونهم رائع جدا جدا جدا. انا سمعت مكالمات كثيره من الجماهير نفسها، اشاده هائله جدا بالمعامله الرائعه جدا من السلطات الامنيه ومن سلطات الجيش في استاد برج العرب. ده اللي خلى عدد الحضور زاد عن العدد المسموح به في اطار ان الكل حوالين النادي الاهلي، والاهلي كان في مهمه صعبه جدا الكل تكاتف فيها، وفي النهايه طلعت الصوره الحضاريه اللي كلنا كنا سعداء بيها، وكل مصر كان فخور بالاعلام الغربي وهو بيتكلم على هذا الجمهور بهذا السلوك الواعي جدا. اذا احنا وصلنا الى منطقه ايجابيه جدا قبل بطوله مهمه لكاس الامم الافريقيه. في خلاف على انه جمهور الاهلي يمثل القطاع الاعلى والاكثر شعبيه في الشارع الرياضي؟ ابدا، ما اعتقدش حد ابدا، حتى كل مراكز استطلاع الراي قالت كده، قالت ان الاهلي يمثل 74.5 من 10 تقريبا او 6 من 10 من جمهور الكره في مصر. على عين وراسي كل الانديه ليها شعبيه كبيره جدا، والنادي الاهلي سعيد بانه رقعه الشعبيه بتاعت كره القدم تتسع الى ابعد مدى. اذا انت وانت داخل تنظم حدث كبير زي كاس الامم الافريقيه في ظهرك كل الجماهير وحريص على ان انت توحد بينها، مين اللي بينظم مسابقه الدوري في مصر؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره، مش كده؟ تمام. ابسط قواعد المنافسه الشريفه والنزيهه مبدا تكافؤ الفرص بين الناس كلها. اكيد. انت كاتحاد كوره بتنظم مسابقه وصلت لمنعطف متقدم جدا في المنافسه، واصله لصراع ثلاثي كبير جدا، بالصدفه هذا الصراع الثلاثي الزمالك استفاد من جمهوره في مباراه بيراميدز في الدور الاولاني على نفس الملعب في بترو سبورت. تمام. الاهلي لما واجه بيراميدز في استاد الدفاع الجوي لم يستعن الاهلي بجمهوره لانه استاد الدفاع الجوي مش من الملاعب المسموح بها بدخول جماهير. اذا الف باء تكافؤ فرص، زي ما الزمالك استفاد من جمهوره في مباراه بيراميدز على نفس الملعب، الاهلي حتما ولا بد ولازما وحقه الطبيعي والشرعي والبديهي يكون معاه جمهوره في مباراه بيراميدز على نفس الملعب. ده الف باء تكافؤ فرص. مين اللي بينظم المسابقه؟ اتحاد الكوره. انا كنادي اهلي اخترت انه المباراه بجمهور وب 3000 مشجع، 500 للفريق الضيف و1500 لوزاره الشباب والرياضه. ده النظام اللي تم الاستقرار عليه. مش في مصلحه حد ان اتحاد الكوره النهارده يتراجع عن هذا المبدا. مش في مصلحه حد على الاطلاق انه يخرق مبدا تكافؤ الفرص ضد الاهلي في هذا المنافسه الثلاثيه، زي ما احنا قطعنا شوط مهم جدا في العلاقه اللي عادت في دفء كبير جدا بين الاهلي او جمهور الاهلي تحديدا ورجال الامن ورجال استاد برج العرب في الملحمه الجميله جدا، عليه على اتحاد الكره انه يبني عليها، على اتحاد الكره انه يعمل حوار، على اتحاد الكره
ما يستسهلش مساله المباراه دي بدون جمهور. بدون جمهور ليه؟ انا عندي مبدا انا حافظت عليه، انا اديت للمنافس حق لازم أن احافظ عليه للاهلي. لو انا فاشل ان انا احافظ للاهلي او للزمالك او لبيراميدز، ما دمنا يعني شفنا هذا الصراع الثلاثي دلوقتي، ما دمت انت فاشل ان انت تحافظ لاي طرف من الاطراف الثلاثه على حق تكافؤ الفرص، انت كاتحاد الكره اللي تاخد قرار. لان النادي الاهلي ياخد قرار غاضب ولا بيراميدز يتشدد ويتكلم من وراء ستار خالص. المسؤول عن اداره هذه المساله الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات فيه، وهو المسؤول عن الحصول على الموافقات الامنيه. او كان الاتحاد بقى من الاول خالص يعمل لجنه انديه ويخرج بره المشهد خالص زي ما كل العالم عامل، وزي ما هم مش عايزين يعملوا ومش عايزين يتخلوا عن الكعكه بتاعه المسابقه. خلاص يا سيدي انا موافق ان انت تستمر فيها، لكن عليك القيام بواجباتك. المساله بلاش تصدر الاهلي لحوار غاضب بالزبط. وبلاش تصدر الزمالك لو هو مكان الاهلي. عليك ان انت تدير المسابقه بالحفاظ على الحقوق الطبيعيه والمشروعه لكل الاطراف. اول طرف منها في الظرف الحالي الجهات الامنيه، الحصول على الموافقات الامنيه مسؤوليه اتحاد الكوره. انت اللي اخترتني ان المباراه بجمهور، وانت اللي اقررت ده في الماتش الاولاني للزمالك مع بيراميدز. من المنطقي جدا ومن البديهي قوي ومن المعقول خالص ان النادي الاهلي يتمسك بحقه الطبيعي قوي. غير كده لا الجمهور هيبقى مبسوط، ولا ينفع اصلا تخرق هذا المبدا، ولا تتفائل لاستكمال المسابقه بشكل كويس. احنا وصلنا لمرحله متقدمه في المنافسه على اتحاد الكوره، وباكد على اتحاد الكوره لو مش هيقدر يحافظ على حق كل نادي في تكافؤ الفرص الحقيقيه بجمهوره، لا ان هو ينفض ايده من اداره المسابقه ويبقى مش هو اللي بيدير المسابقه. لكن انت بتدير مسابقه ادي كل طرف حق. ما اعتقدش الاهلي بيتكلم بره الحق في جزئيه الحضور الجماهيري. احنا وصلنا لمرحله ميدو جيده جدا من المنافسه، لازم اتحاد الكوره فيما يخص التحكيم اتكلمنا مرارا وتكرارا، لازم ان تحافظ على ظروف العداله الكامله بين كل الاطراف. النادي الاهلي قال لك انا عايز حكام اجانب، دفع الشيك، دفع المستحقات. الاهلي اتكلم على حكام من مستوى عالي حفاظا على النزاهه. انا ما بقولكش انا اللي هروح اقول لك هات حكام من الحته الفلانيه، لا، هات حكام من مستوى عالي يدرأوا كل الشبهات ويقفلوا الباب قدام اي جدل. فانت كاتحاد انت اللي بتجيب الحكام، وانت اللي بتدير المسابقه، وانت اللي بتحط الجدول، وانت اللي بتجيب الموافقات الامنيه. مش لمصلحه حد ابدا ان نحصل رده لورا نرجع خطوات تاني كتيره في حته الجمهور. لا، انا كان تصوري انه بعد الليله الرائعه لجمهور الاهلي مع الامن وهذا التلاحم المصري الجميل جدا في برج العرب، ان انا النهارده استفيد من حده المنافسه اللي حاصله، واستفيد ان انا اعمل بروفا جيده لكاس الامم الافريقيه، واسمح لكل الانديه الشعبيه ان تصطحب جماهيرها، احط ضوابط، اجري التفتيش، افرض القواعد الامنيه بتاعت الصارمه، اعود الجمهور انه ازاي يقدر يتلاحم مع الامن في هدف عام. ده المطلوب. انا كنت متخيل ما ينفعش الاهلي وبيراميدز اقول ب 3000 و 3000 ونص وعدد المحدود جدا ده، يزعل اللي يزعل، لكنه يعني كل الدوريات العربيه اللي حوالين مننا بحضور جماهيري كثيف، واخد بالك؟ والكره في مصر مش هترجع لقوتها، والمسابقات مش هترجع لعافيتها بدون جماهير. بالجماهير. بالجماهير. تمام. والمساله محتاجه حوار هادئ، حوار هادئ جدا. مش والله يا استاذ ابراهيم المساله ما محتاجه حاجه خالص يا استاذ ابراهيم، انا مش عارف اصلا هم مصعبينها ليه. يعني مش لمصلحه حد ان احنا نرجع في رده تاني لورا قوي. اديت الناس الزمالك حقه في مباراه بيراميدز على ملعب بيتروسبورت في حضور جماهيره، مش هينفع تسلب الاهلي هذا الحق. ده منطقيا وبديهيا وشرعيا واي حد اي منطق في الدنيا. وادميا ده ادميا يعني ادميا يعني. لا لا حق بسيط جدا، انت اديته للاثنين المنافسين للاهلي، هتسلبه من الاهلي باي حق؟ ما حدش يملك ده في ابسط قواعد المنطق. فبالتالي بالهدوء الشديد جدا الاهلي
تمسكه بحقه هو تمسك طبيعي شديد البديهية. بالظبط. في مشكلة اتحاد الكرة هو اللي يجيب الموافقة الأمنية وهو اللي يفرض النظام. غير كده يعني ما اعتقدش في حاجة ينفع تمشي بخلاف ده. كلام مظبوط جدا وعقلاني جدا يا استاذ ابراهيم. وحضرتك وضحت ان اتحاد الكره هو المسؤول والمناوط بكل شيء، وهو كمان اللي بيبعت جدول المباريات للانديه اللي احنا بنلتزم بيه، فمن خلالنا التزامنا احنا بنقويك احنا كاتحاد كوره، وده الكلام اللي انا بقوله. وكمان مش في مصلحه حد ان انت تمنع جماهير دلوقتي وانت عندك بطوله بحجم بطوله افريقيا عايز حضور جماهيري وكمان نسبه كبيره. انا شايف يعني دي فرصه لمزيد من التلطيف في العلاقه. أنا محتاج الجمهور، أنا محتاج رسالة قوية جدا تطلع من الملاعب المصرية عن عودة الحياة الطبيعية للملاعب المصرية. أنا مش سعيد أبدا في الصورة السلبية اللي خرجت بعد ماتش الأهلي والزمالك. القمة الكلاسيكو المصنف بين أقوى ديربيات العالم في الناحية الجماهيرية والشعبية يخرج صامت بهذا الشكل، ده ما كانش أبدا إيجابي خالص لصورة الرياضة المصرية. فأنت عندك فرص دلوقتي إنه الناس بصالك بعد حفل كاس قرعه كاس الامم الرائع جدا، وجات الصوره الحضاريه جدا لجمهور الاهلي في برج العرب، وجبت تلاحم الوطني الجميل بين الاهلي ورجال الشرطه ورجال الجيش. لازم نبني على ده، لازم نبني على ده بايجابيه وبوعي وبحرص على مصلحه البلد. غير كده احنا رايحين في الاتجاه عكس المصلحه العامه. دي حقيقة. لو الاتحاد عنده اي تصور يتناقش ويتقال، لكن يبقى فاكر كويس قوي انه مش هينفع ينفذ حاجه تهدر حق منافس طبيعي. مش هينفع ينفذها لانه الطرف الاخر او الثالث ايهما ما كانش هيقبل بداء. فانت ازاي عايز تقبل الاهلي ما يمكن ان يرفضه الاخرون؟ كلام العكس. الاهلي في كل حق ليه في حقوق تكافؤ الفرص السنه دي ما حطش العربه قدام الحصان في اي مره. فعلا احنا شفنا كل العربات اتحطت قدام كل الحصنه وتم الاستجابه ليها. الاهلي كان عنده قدر عالي جدا من المرونه في قبول حاجات كتيرة غيره ما كانش ممكن يقبلها. للمصلحة العامة يا أستاذ إبراهيم، للمصلحة العامة. على المصلحة العامة، وحرصا على إن الأمور تمشي للأمام. الأهلي قبل بحاجات، أنا بقدر أعدد لك حاجات كتيرة جدا انتهكت فيها قاعدة تكافؤ الفرص. كده جميل قوي يا أستاذ إبراهيم، كده جميل جدا جدا. وأعتقد إن أنت لخصت الموضوع بمنتهى المنطقية وبمنتهى العقلانية وبمنتهى الصورة المشرفة لحد زي حضرتك بيمثل كيان النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم منيسي الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير مجله الاهلي، شكرا جدا على هذا الكلام اللي اتمنى انه يوصل